اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع معالي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. جاء ذلك على هامش المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أشمل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الصديقين. وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وجهود التنمية والأوضاع الإنسانية وتطورات الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقفها ودعم جهود إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مخرجات القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي والمبادرات التي اعتمدتها والجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض نتائج الزيارة الرسمية المثمرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه إلى العاصمة الروسية موسكو في مايو الماضي ولقائه مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أعرب وزير الخارجية عن الشكر لوزير الخارجية الروسي على دعوة مملكة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية للمشاركة في جلسة المناقشة العامة لمجلس الأمن والمخصصة للشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.